فلا تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تقني على تطبيقكم في عشان قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. نضغط نضغط هنا على تطبيقات ثم نقوم بالضغط هنا على سياج خاص بكم. بعد سوف نضغط هنا على إيقاف الإجباري ثم سوف نقوم بالضغط على الموافقة. بعد سوف نضغط هنا على مكان تخزين سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعد سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم. فضعنا على هذا الشكل وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم السياج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديو القادم ان شاء الله.